السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير في اللي بيحصل لنا في العالم ده، يعني ان شاء الله وربنا ان شاء الله يعدي الازمة دي على خير بإذن الله. طيب، احنا كنا قبل ما نوقف الدراسة كنا خلصنا الجزء اللي ليه علاقة بالهيدرولوجي، وان شاء الله المفروض هنبدأ دلوقتي في الجزء اللي ليه علاقة بالإيريجيشن. في اول درس عندنا حاجة اسمها السويل ووتر بلانت ريليشن شيب، اللي هي عبارة عن علاقة ما بين السويل اللي هي التربة والووتر اللي هي المية والبلانت اللي هي النباتات. فهنبدأ ان احنا نحل مسائل في الشيت، وان شاء الله جوه المسائل هنبدأ ان احنا على قد ما نقدر نشرح او نبين الفكرة العامة من المسائل دي. فأول حاجة، أول مسألة، مسألة رقم 3، كان جيبن فيها أو مدينا فيها سامبل، عينة يعني من التربة. العينة دي على شكل سلندر، على شكل اسطوانة. الاسطوانة دي الديامتر بتاعها ب10 سنتي والارتفاع بتاعها ب30 سنتي. وبيقول لنا ان التوتال ويت بتاع العينة دي اللي هو الدبليو توتال بيساوي 4.32 كيلوغرام، والدراي ويت اللي هو الوزن الجاف بتاع العينة ب3.975. اول حاجة عايز يعرف حاجة اسمها الابيرنت دراي تنستي. طيب، ايه الموضوع ده بقى؟ طيب، اي عينة سويل يا شباب بتبقى عاملة ازاي؟ بتتكون من 3 حاجات. اول حاجة جزء صلد وجزء مية وجزء هواء. اي عينة سويل بيبقى فيها ال3 اجزاء دول. طيب، فاحنا عشان نعبر عن الكثافة بتاعة العينة دي ممكن نعبر عنها بكذا طريقة. اول طريقة حاجة اسمها الجاما ابيرنت، الجاما ابيرنت تنستي او الابيرنت تنستي، انا اسف. طيب، يعني ايه الابيرنت دنسيتي؟ يعني الكثافة الظاهرية للسويل بتاعتي. طيب، الكثافة الظاهرية هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ال W total على ال volume total. دي الكثافة الظاهرية اللي انا لو بصيت على السويل هشوفها، اللي هي ال W total اللي هو عبارة عن ايه؟ وزن الصوليد زائد وزن المية، طبعا ما فيش وزن الهواء، على ال volume total اللي هو volume الصوليد زائد volume المية زائد volume الهواء. طيب، في حاجة بقى اسمها تانية، الجاما ابيرنت دراي دانستي. طيب، دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ان انا بدل ما اقول ال W توتال على الفوليوم توتال، لا، انا هشيل المية من الاوزان عندي فهعبر بس عن الوزن بتاع السوليد وهنسبه للفوليوم التوتال. فالجاما ابيرنت دراي دانستي بتساوي ال W سوليد على الفوليوم التوتال، وهنستخدمها معانا كتير في المعادلات بعد كده، فهي من الحاجات المهمة أو من التيرمز المهمة عندنا في الجزء ده. طيب، تالت حاجة، حاجة اسمها الجاما سوليد، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة من اسمها كده، هي ال W سوليد على الفوليوم السوليد، بنسب وزن السوليد للفوليوم أو لحجم السوليد الموجود عندنا في العينة. طيب، المطلوب عندنا في المسألة الجاما ابيرنت راي دنسي، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال W سوليد على الفوليوم التوتال. طيب، نبص كده في المسألة، هل أنا عندي ال W solid given؟ اه، ال W solid بكام؟ ب 3.975، يبقى given عندنا. طبعا هحوله للطن، والكلام ده هقسمه على الفوليوم. طب الفوليوم هجيبه ازاي؟ انا كان جيبن عندي في المسألة اصلا ان الديامتر بتاع الاسطوانة ب10 سنتي وان الهايت بتاعها 30 سنتي، فاقدر اقول ان الفوليوم بتاع الاسطوانة دي بيساوي باي دي سكوير على 4 في ارتفاع الاسطوانة، يبقى باي في 10 سكوير على 4 في الارتفاع بتاع الاسطوانة، اقدر من الكلام ده اجيب الفوليوم. بعدين هقسم ال W solid على الفوليوم التوتال، اقدر من الكلام ده ان انا اجيب الجاما ابيرنت راي دانستي. طيب، تاني مطلوب كان طالب مننا نجيب حاجة اسمها البروسيتي او المسامية. طيب، دي بتعبر عن ايه؟ المفروض ان البروسيتي دي هي عبارة عن نسبة المسام اللي موجودة في العينة بتاعتي، اللي هي بتساوي ايه يعني؟ بتساوي ال W water زائد ال W air اللي هي المناطق اللي ممكن يبقى فيها مسام في التربة على ال W total. كده انا اقدر اعبر التربة بتاعتي فيها مسام قد ايه من الحجم الكلي بتاعها. تمام كده؟ طيب، الكلام ده برضو بيساوي 1 ناقص جاما ابيرنت دراي دنسيتي على جاما سوليد. طيب، الكلام ده ازاي؟ لو احنا شلنا الجاما ابيرنت دراي دنسيتي دي وعوضنا عنها ب W solid على volume total، يعني هنا W solid على volume total. طيب، وشلنا الجاما سوليد وعوضنا عنها ب W S على volume solid، فساعتها هيبقى 1 ناقص الفوليوم السوليد على الفوليوم التوتال، صح كده؟ طيب، 1 عبارة عن ايه؟
اللي هو الفوليوم التوتال على الفوليوم التوتال، فكأن المقام عندي او كأن البسط عندي انا اسف الفوليوم التوتال ناقص الفوليوم السوليد، يعني الفي توتال ناقص الفي سوليد هي اللي الفي فويد. فاحنا بس لو عوضنا عن قيمة الجاما ابيرنت رايت ان سي وقيمة الجاما سوليد هيطلع لنا نفس المعادلة دي. طيب المفروض بقى ان احنا في المسألة عندنا مش جيفن ولا فوليوم موتور ولا فوليوم اير، فاحنا مش هنقدر نعوض في القانون ده، فبالتالي احنا هنعوض في القانون التاني ده اللي هو بيقول لنا ان البروسيتي او المسامية بتساوي واحد ناقص الجاما ابيرنت رايت انستي على الجاما سوليد. طيب هل الجاما ابيرنت رايت انستي كانت جيفن؟ لا، احنا لسه حاسبينها حالا اللي هي طلعت بكام، 1.68 طن بر متر كيوب. طيب الجاما سوليد جيفن، هو قال لنا في مطلوب رقم ايه ان الجاما سوليد ب 2.7 طن بالمتر كيوب، فاحنا نقدر ان احنا نقول واحد ناقص 1.68 على 2.7 فنجيب المسامية. فمعنى كده ان التربة دي او العينة دي فيها 37% او 38% يعني مسام، والباقي كله عبارة عن ايه، سوليد اوبجكتس. طيب تالت مطلوب بقى بيقول لنا انا عايز اجيب حاجة اسمها الووتر كونتنت اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن من اسمه كده المحتوى المائي. حلو كده. طيب كنا خدنا بقى في المحاضرة ان احنا عندنا في نوعين للمحتوى المائي. اول نوع كنا بنجيب المحتوى المائي بالكتلة كان اسمه الثيتا ام اللي هو الماس ووتر كونتنت، وتاني نوع اسمه الفوليومتريك ووتر كونتنت اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن حجم المية اللي موجود في العينة على الحجم التوتال بتاع العينة. طيب المفروض ان احنا باي ديفولت في المنهج بتاعنا او عامة يعني في اي حاجة في الجزء ده ان احنا ما يتقال لنا ووتر كونتنت، فباي ديفولت نتكلم عن الثيتا في مش الثيتا ام، لان من الاسهل ان انا انسب المية اللي في العينة بالفوليوم، من الاسهل بكتير. طيب ناخد بالنا بس من حاجة مهمة، ان الثيتا ماس دي بتساوي الماس بتاع المية على الماس بتاع السوليد مش الماس التوتال، او بتساوي يعني دبليو ووتر على دبليو سوليد. حلو كده. طيب الثيتا بي بقى بتساوي ايه، بتساوي الفوليوم بتاع الووتر على الفوليوم التوتال البالك فوليوم، يعني احنا في الفوليوم بننسب الفوليوم بتاع الووتر للتوتال فوليوم، لكن في الماس بننسب وزن المية لوزن السوليد في العينة. طيب عشان بقى احول من ثيتا فوليوم لثيتا ام، عشان ساعات في المسائل بيبقى جيبن عندي الثيتا ام وببقى محتاج احولها لثيتا فوليوم، لان دي اللي هنكمل بيها ان شاء الله في معظم المسائل عندنا، بعمل ايه، بضرب الثيتا ام في جاما ابيرنت راي دنسي على جاما ووتر. هي تقريبا نفس الفكرة بتاعت الحتة دي كده، ان احنا نمسك كل جاما من دول ونبدأ نعوض عنها بالدبليو على الفي، الدبليو على الفي، نبدأ ان احنا يطلع لنا المعادلة الجميلة دي. طيب احنا كان مطلوب عندنا في المسألة ايه، الفوليومتريك ووتر كونتنت. طيب هل احنا عندنا الفوليوم بتاع الووتر جيبن؟ لا، ما كانش جيبن. طيب هل عندنا البالك فوليوم جيبن؟ عندنا اللي هو ايه، اللي هو الفوليوم بتاع السلندر. طيب بس احنا ما عندناش الفوليوم بتاع الووتر، فما نقدرش نعوض في القانون ده، فبالتالي هنضطر نعوض في القانون ده. طيب هل احنا عندنا الثيتا ام اصلا؟ طيب الثيتا ام بتساوي ايه، بتساوي الويت بتاع الووتر على الويت بتاع الدراي سويل. طيب هل الويت بتاع الدراي سويل عندي؟ انا الدراي ويت بتاع السويل عندي. طيب هل عندي الويت بتاع الووتر؟ لا مش عندي، بس هل اقدر احسبه؟ اقدر. طب اقدر ازاي؟ مش انا عندي التوتال ويت بتاع العينة وعندي الدراي ويت، يعني انا عندي الدبليو توتال وعندي الدبليو دراي بتاع السوليد، صح؟ فلو طرحت الدبليو توتال ناقص الدبليو دراي هيجيب لي ايه، وزن المية، وكده كده انا عارف ان مفيش وزن الهواء، صح ولا لا؟ طيب فمعنى كده ان انا ممكن اعوض عن البسط ده اللي هو الثيتا ام يعني عندك كده بدبليو توتال ناقص دبليو سوليد على دبليو سوليد. طيب هل معايا الجاما ابيرنت دراي دانستي؟ انا لسه حاسبها دلوقتي. طب هل معايا الجاما ووتر؟ انا عارفها، صح، بواحد طن على المتر كيوب. فخلاص اقول ان الثيتا في بتساوي جاما ابيرنت دراي دانستي على جاما ووتر في الثيتا ام. طيب الثيتا ام بتساوي ايه، بتساوي الدبليو ووتر على الدبليو سوليد، زي ما قلنا الدبليو ووتر بتساوي ايه، دبليو توتال ناقص دبليو سوليد على دبليو سوليد. طبعا كل الكلام ده عندي، فاقدر احسب الووتر كونتنت بتاع العينه. ناخد بالنا ان الووتر كونتنت عندنا في المسألة دي طلع كام، 14.5%، يعني طلع اقل من المسمية، فده مهم قوي، لان ما ينفعش المية اللي تبقى موجودة في العينة تطلع او المحتوى المائي يعني يطلع اكبر من المسمية، من المسام الموجودة في العينة. فمعنى كده لو احنا خدنا بالنا يعني ان على طول على طول الثيتا في دي هتبقى نسبة من المسمية.
طيب كده احنا خلصنا اول مطلوب في المسألة. طيب تاني مطلوب كان بيقول لنا انا عايز اعرف how much water، انا عايز اعرف قد ايه مية بالملي is needed، يعني انا محتاجها عشان اعمل irrigation او ابدأ ان انا اروي الارض دي عشان اعلي الووتر كونتنت ل 25%. لو انا عندي الدبث بتاع الروت زون، الروت زون دي هنتكلم عنها دلوقتي ب 70 سنتي. الروت زون دي هي عبارة عن منطقة الجذور او المنطقة الافكتيف النبات يقدر ان هو يسحب المية او يشرب المية او يستفاد يعني من المية فيها. تمام كده. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعرف قد ايه مية هنحطها. طيب دلوقتي اصلا العينة بتاعتنا الووتر كونتنت فيها بكام؟ ب 14.58، صح كده. احنا عايزين نعلي الووتر كونتنت او المحتوى المائي الحجمي في العينة دي من 14.5 ل 25%. طيب هنعمل ايه بالراحة كده؟ المفروض ان احنا عايزين نروي الارض دي. طيب فاحنا المفروض هنحط مية فوق الارض دي بحيث ان الدبس اللي هحطه فوق الارض يبدأ ان هو ينزل في الروت زونز ويملاها بنسبة 25%، يعني يبدأ ان هو يملى 25% من المسام، او بمعنى اصح بقى في المسألة دي 25% ناقص 14%. طيب ليه؟ لان اصلا الروت زون في المسألة دي قبل ما نبدأ احط لها مية اصلا كان فيها 14%. ما انا حسبت الووتر كونتنت يعني المحتوى المائي الاولد اصلا في المسألة كان 14%، بس انا عايز ازوده ل 25%. فمعنى كده ان انا عايز احط دبث هنا بحيث ان الدبث ده يبدأ ان هو ينزل يملأ الفراغات اللي موجودة في الصايل، فيعلي لي المحتوى المائي من 14% ل 25%. طيب المفروض بقى المعادلة بتاعتنا هي عبارة عن ايه؟ ان الدي ان اللي هو عبارة عن ايه، حاجة اسمها النت irrigation depth اللي هو الدبث بتاع المية اللي الجذور او النبات هيستفاد منه، بيساوي ايه؟ الدبث بتاع الروت في الدلتا سيتا في. الكلام ده منطقي جدا. ليه؟ لان انا بقول ان انا عايز املأ المسام بتاعة الروت زون ب دلتا سيتا في اللي هي عبارة عن كام؟ 25% ناقص 14%، يعني أنا عايز أملى الروت زون دي ب 10% من المسام بتاعتها. فأقول 10% في الدي روت زون يجيب لي إيه؟ الدي إن. يبقى تاني أنا عشان أجيب الدي إن بعمل إيه؟ بمسك الدي روت زون وأشوف أنا عايز أعلي المحتوى المائي بتاعي من كام لكام؟ ببدأ أشوف الدلتا دي قد إيه؟ فباخد الدلتا دي وأضربها في الدي بتاعت الروت زون في المسام لحد الدبث بتاع روت زون، اقدر اعرف النت irrigation depth اللي انا هحطه فوق الارض دي عشان يبدا الدي ان ده يحصل له تصرف جوه الروت زون ويبدا ان هو يعلي لي المحتوى المائي ل 25%. طيب انا كان عندي خلاص الدبث بتاع روت زون ب 70 سنتي جبن، وعندي الثيتا نيو ب 25 والثيتا اولد ب 14. اقول خلاص الدلتا ثيتا عندي بتساوي ال 25 ناقص ال 14 تلت ب 10. همسك العشرة دي واضربها في السبعين سنتي اللي هي الدي روت زون، وهضرب في 10 ليه؟ عشان احول من سنتي لملي. فيطلع في الاخر ان انا المفروض احط نت اريجيشن ديبس 72 ملي عشان اعلي المحتوى المائي من 14% ل 25%. وبعد طبعا ما احط ال 72 سنتي دول هيبقى الروت زون فيها 25% من مسامها فيها ميه. طيب نخش على المسألة اللي بعديها. المسألة رقم 4 كان بيقول لي ان انا عندي 3 فدان، مديني اريا يعني بتلاتة فدان، وبيديني بيقول لي ان السويل اللي فيها هي نفس السويل اللي موجودة في السؤال اللي قبليه، يعني احنا ممكن ناخد معلومات عن السويل من السؤال اللي قبلينا. وبيقول لي ان الفيلد كاباسيتي بتاعتي هنعرف يعني ايه دلوقتي بتساوي 85% من السويل بروسيتي من المسامية، المسامية اللي احنا لسه حاسبينها فوق، فاحنا نقدر نحسب الفيلد كاباسيتي. الويتنج بوينت بيساوي 30% من الفيلد كاباسيتي، يبقى احنا برضو نقدر نحسب الويتنج بوينت. وبيقول لنا الدبث بتاع الروت زون 50 سنتي. بيقول لنا في حاجة اسمها ريفل، هنعرف يعني ايه دلوقتي. بتبدأ عند نص حاجة اسمها الافيلابل ووتر ديترماين ذا فيلد افشنسي، يعني عايز يعرف حاجة اسمها كفاءة الحقل او كفاءة الري، يعني لو الاريجيشن ابليكيشن ريت، لو الكيو اللي انا بحطها في الارض 80 متر كيوب بالاور، يعني بروي الارض دي بكيو معدل 80 متر كيوب بالاور، والاريجيشن تايم يعني لمدة 12 ساعة.
طيب قبل ما نبدأ نتكلم عن المسألة دي لازم نتكلم عن الكيرف ده. الكيرف ده تقريبا يعني من أهم الكيرفات اللي موجودة في المنهج. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن علاقة ما بين حاجة اسمها الكروب برود أكتيفيتي وحاجة اسمها الووتر كونتنت، طيب أو إنتاجية النبات يعني والمحتوى المائي. طيب لو خدنا بالنا أول حاجة عندنا في الكيرف ده في خط كده بيمثل لي حاجة اسمها الهيجروسكوبيك ليميت. إيه الهيجروسكوبيك ليميت ده؟ هو عبارة إن بنتكلم ان احنا عايزين نعرف كل ما المحتوى المائي بيزيد في التربة هل ده بيعلي من انتاجية النبات او لا. احنا بنبدأ نشوف كل محتوى مائي ونعرف ايه علاقته مع انتاجية النبات. طيب فاول حاجة عندنا المحتوى المائي اللي هو الهيجروسكوبيك ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة ان المية بتغلف كل حبيبات السويل. دي حاجة اسمها الهيجروسكوبيك ووتر، ان التربة اول ما تبدأ تشم مية، المية دي اول حاجة بتعملها ان هي بتبدأ تغلف كل حبيبة من حبيبات السويل دي. طبعا المية دي انا اصلا ما اقدرش استفاد منها للنبات، فلان احنا عندنا الكروب برودكتيفيتي مش موجود اصلا، مفيش انتاجيه اصلا. طيب بعد كده بوصل لحاجه اسمها الويلتنج بوينت او حاجه اسمها حد الذبول. دي عباره عن ايه؟ عباره ان انا بعد ما الميه بتاعتي تروح حوالين حبيبات السول بيبدا ان كل ما المحتوى المائي ده يزيد بيبدا ان الميه الزياده دي بيحصل لها حاجه اسمها كابيلاري افكت، ان هي بتبدا تتشد كده في الفراغات او المسامات ما بين السويل، ويبقى الكابيلاري فورس او القوه بتاعت الشد ده اقوى من ان النبات يقدر ان هو يمتص الميه دي في الروت زون، فبتبقى برضه بالنسبه لي الميه ان افيلابل، فده كده اسمه حد الذبول. يعني انا لو عندي الووتر كونتنت اقل من الحد ده فمعنى كده ان اصلا النبات عندي مش هيطلع او مش هيقدر ان هو يستفاد من الميه على قد ما يقدر او على احتياجه يعني عشان يبدا ان هو يطلع. طيب بعد كده بنوصل لحاجه اسمها الثيتا اف سي. الثيتا اف سي دي حاجه اسمها الثيتا فيلد كاباسيتي، دي كده المفروض ان هي المحتوى المائي اللي عند اخره او عنده يعني ده كده اخر كابلري افكت بيحصل. بس الكابلري افكت اللي بيحصل من الفيكتنج بوينت لحد الفيد كاباستي النبات بيقدر ان هو يستفاد منه وبيقدر ان هو يسحبه او يشرب منه بحيث ان هو الانتاجيه بتاعته تزيد. حتى هنلاقي ان احنا الكيرف بتاعنا تقريبا عند البيك بتاعته في المنطقه دي اللي هي ما بين الويلتنج بوينت وما بين الفيلد كاباستي. طيب بعد كده من الفيلد كاباستي لحد حاجه اسمها الثيتا اس اللي هي الويتنج بوينت بيبدا المحتوى المائي بقى الميه تزيد قوي 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 في التربه، فبيبدا ان انا يبقى عندي الميه الزياده دي بتبقى فري ووتر، النبات اصلا مش بيقدر ان هو يستفاد منها لان هي اصلا مش بيحصل لها الكابلري افكت اللي اتكلمنا عنها دي. فانا على قد ما اقدر عايز اعمل ايه؟ انا عندي المنطقه دي النبات مش بيقدر يستفاد من الميه، والمنطقه دي نفس الكلام النبات اصلا الميه قليله قوي فمش قادر يستفاد بيها، والمنطقه دي الميه كتير قوي فالنبات برضك مش قادر ان هو يستفاد من الميه الزياده دي. فانا على قد ما اقدر عايز اخلي ان المحتوى المائي بتاعي يبقى من الويلتنج بوينت لحد سيتا اف سي. طيب فعشان كده بنسمي المسافه دي حاجه اسمها الافيلابل كابيلاري ووتر. تمام كده، دي كده الميه اللي التربه او النبات بيقدر ان هو يستفاد منها. طيب بس في مشكلة صغيرة، ايه هي؟ ان انا المفروض يعني بقى دلوقتي على كلامنا يعني احنا هنبدأ نزود المحتوى المائي نزوده 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 لحد ما نوصل للسيتا فيلد كاباستي. طيب بعد كده هنسيب الارض دي شوية فهيبدأ المحتوى المائي يقل. هيبدأ يقل ايه ليه؟ لان النبات هيبدأ ان هو يستفاد من المية دي وهيبدأ ان هو يطلع المية دي على شكل ايباب وترانسبيريشن، فيبدأ المحتوى المائي يقل 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 لحد ما يوصل ليه؟ لحد الذبول. فابدأ ان انا اروح مديله او مزود له الافيلابل كابلري ووتر او مزود الدلتا دي يعني اللي هو الفرق ما بين المحتوى المائي بتاع الفيلد كاباستي والويتنج بوينت، فابدا ارجع تاني للسيتا اف سي، بعدين استنى لحد ما ارجع لحد الويتنج بوينت اروح مزود لحد ما اوصل للسيتا اف سي وهكذا. ايه مشكلة الكلام ده؟ مشكلة الكلام ده ان الثيتا والويتنج بوينت دي هي حد الذبول، فانا لو استنيت شويتين تلاتة بعد ما وصلت له فالنبات اللي عندي هيموت. يعني لو حصل ان مثلا كان في فلاح مسؤول عن الحقل ده، فالفلاح ده جه المفروض ان انا الثيتا اف سي عشان توصل من المحتوى المائي ده للمحتوى المائي اللي هو الويلتنج بوينت، فالكلام ده مثلا بياخد 5 ايام، فهو نسي وقعد 6 ايام عشان يجي يروي الارض تاني. فمعنى كده ان المحتوى المائي كان عند الثيتا اف سي وبدأ يقل 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 لحد ما قل عن الثيتا ويلتنج بوينت، فانا كده دخلت في حد الذبول. فعشان كده بقى لا انا هعمل ايه؟ انا بدل ما اخلي الرينج بتاعي هو الافيلابل كابلري ووتر، لا انا اخلي الرينج بتاعي نسبه منه حاجه صغيره منه حاجه اسمها ريدلي افيلابل ووتر او حاجه اسمها الرو.
فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدأ ان انا املى المية بتاعتي او املى المحتوى المائي لحد ما اوصل لثيتا اف زي او الفيلد كاباسيتي. بعد كده ابدأ ان انا افقد المية دي لحد ما اوصل لحاجة اسمها الريفيل بوينت، اللي هي نسبة من المسافة اللي هي بتاعت الافيلابل كابلاري ووتر، وابدأ اروح مزود المية تاني لثيتا اف سي، بعدين انزل لحد الار بي واطلع تاني وهكذا. فيبقى ده الرينج بتاعي، والرينج ده هتلاقي ان هو اكبر رينج او اكتر رينج فيه البيك في الانتاجية بتاعت النبات. فالمفروض بقى دلوقتي لو انا عايز اعمل ديزاين، فانا المفروض ان انا محتاج ان انا اخلي الرينج بتاعي على طول عند حاجه اسمها ريدلي افيلابل ووتر او الرو. طيب نبدا بقى نشوف المساله عايزه مننا ايه. المساله طالبه مننا حاجه اسمها الكفاءه الحقليه. طيب ايه موضوع بقى الكفاءه الحقليه ده؟ المفروض ان احنا اتكلمنا في المساله اللي فاتت لو فاكرين، يعني ان التربه المفروض انا بديها حاجه اسمها النت ووتر ديبس او النت اريجيشن ديبس. النت اريجيشن ديبس ده هو عباره عن كميه الميه اللي هتنزل جوه المسام بتاعه السويل وتبدا النبات يستفاد منها. حلو كده. طيب تعالوا كده نفكر مع بعض شوية، هل فعلا أنا هدي للأرض الـ DN الـ Net Irrigation Depth، ولا المفروض أدي لها Depth أكبر شوية؟ لا، المفروض أدي للأرض Depth أكبر شوية. طيب ليه؟ عشان أكيد عندي في losses من evaporation، في losses إن ممكن شوية مية من المية دي تخش في حقل تاني، فأنا لازم أدي الأرض Depth أكبر من الـ DN بحيث يحصل شوية اللوسز دول، فالـ DI دي تنزل تبقى DN، فالدي ان دي هي اللي تنزل في مسام السويل ويستفاد منها النبات. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان انا بدل ما ادي للارض دي ان، لا هديها حاجه اسمها دي اي، اللي هو حاجه اسمها بقى الاريجيشن ديبث، اللي هو الديبث الحقيقي اللي انا اصلا بديه للسويل، فيحصل شويه اللوسز دي فيتفضل الدي ان، فالدي ان تنزل جوه مسام السويل ويبدا السويل يستفاد منها. حلو كده. طيب يبقى انا اول حاجه ببدا احسب الدي ان، المفروض ان انا احسب منها الدي اي المفروض. يعني طيب ايه بقى كفاءة الحقل؟ بقى كفاءة الحقل هي عبارة عن ال DN على ال DI. يعني المفروض لو الكفاءة دي طلعت رقم كبير او طلعت رقم كبير، فمعنى كده ان انا اللوسز عندي قليلة. لو انا ال DN قريبة من ال DI، فمعنى كده ان انا لو دي ان مثلا بخمسة سنتي 5 مللي مثلا، والدي اي بـ5.2 مللي، فمعنى كده ان انا عندي لوسز صغيرة قوي. لكن لو الدي ان بـ5 مللي والدي اي بـ6 مللي، يعني انا بحط 6 مللي وفي مللي بيروح منهم، فمعنى كده ان الكفاءة اقل اكيد. طيب فالمفروض ان هو عايز يعرف في المسألة دي الافشنسي او الكفاءة كام. يبقى انا محتاج في المسألة دي احسب حاجتين، احسب الدي ان واحسب الدي اي. طيب احنا اتفقنا خلاص ان الدي ان هي عبارة عن ايه المسألة اللي فاتت؟ الدي ان هي عبارة عن الدي بتاعت الروت زون في ثيتا دلتا فوليوم. الثيتا دلتا فوليوم دي هي الفرق بين المحتوى المائي اللي انا عايز احطه او عايز اخليه موجود في السايل. طيب احنا اتفقنا بقى دلوقتي ان المفروض ان الفرق ده هو عبارة عن ايه؟ الثيتا اف سي ناقص الثيتا ريفل بوينت، صح كده؟ يعني لو انا عندي الرو دي، هي الرو دي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدلتا ثيتا فوليوم اللي انا عايزها اصلا. خلاص يبقى انا لو عايز اجيب الدي ان، فالدي ان عندنا بعد كده كديزاين بتساوي الدي روت زون اللي هي الديفث بتاع روت زون في الرو. الرو دي هي فرق المحتوى الحجمي اللي انا بلعب فيه عشان اخلي البرودكتيفيتي بتاعتي تبقى عالية جدا. طيب الرو دي بجيبها ازاي؟ عندي حلين، يا اما يبقى جيبن عندي الثيتا فيلد كاباسيتي والثيتا ريفل بوينت، فاطرح الثيتا فيلد كاباسيتي ناقص الثيتا ريفل بوينت. تاني حاجه ان انا ساعات بيدولي ان هو نسبه من الافيلابل كابيلاري ووتر، فهو بيساوي حاجه اسمها ابسلون نسبه من الثيتا اف سي، الثيتا اف سي ناقص الثيتا ويلتنج بوينت. يبقى يا اما بيساوي ثيتا اف سي ناقص الثيتا ار بي، يا اما بيساوي ابسلون في ثيتا اف سي ناقص الثيتا ويلتنج بوينت. تمام كده. طيب يبقى احنا كده في المسألة دي محتاجين ان احنا نعمل حاجتين زي ما قلنا، محتاجين ان احنا نحسب الدي ان والدي اي. طيب الدي اي هي عبارة عن ايه قلنا؟ هي عبارة عن الاريجيشن ديبث اللي انا هحسبه ازاي؟ اللي انا المفروض احسبه من كيو حقيقية هتحصل في الحقل ومن تايم حقيقي هيحصل في الحقل اللي هو جيفن في المسألة. ليه؟ لان الحقيقة او المية اللي فعلا انا بديها الحقل هي الدي اي، لكن الدي ان دي انا بحسبها على حسب احتياجات النبات. تاني الكلام ده، الدي اي انا على طول بحسبها من مية انا بديها للحقل اصلا، لان ده اللي بيحصل في الحقيقة. لكن الدي ان على طول بحسبها من ايكويشن ليها علاقة باحتياج النبات نفسه. طيب تعالوا بقى نبص كده على المسألة تاني. أول حاجة هو بيقول لي إن البروسيتي هي نفس البروسيتي اللي موجودة في المسألة اللي قبليها، اللي هي كانت كام؟ اللي هي كانت 37.8%. حلو كده. طيب بعد كده بيقول لي إن ثيتا اف سي
الثيتا اف سي بيساوي 85% من البروستين، فانا كده اقدر احسب الثيتا اف سي صح كده؟ طيب بيقول لي ان الثيتا ويلتنج بوينت بتساوي 30% من الثيتا اف سي، فانا برضو كده اقدر احسب الثيتا ويلتنج بوينت. طيب بعد كده بقى بيقول لي لو خدنا بالنا ان الريفيل ستارتس ات 0.5 من الافيلبل ووتر، يعني الريفيل ده بيبدا ات نص من الافيلابل ووتر، معنى كده ان النسبه بتاعه الريدلي افيلابل ووتر من الافيلابل كابلري ووتر بنص. يبقى هو هنا في المساله مديني الثيتا فيلد كاباسيتي ومديني الثيتا ويلتنج بوينت ومديني النسبه ما بين الريدلي افيلابل ووتر والافيلابل كابلري ووتر اللي هي بكام؟ بنص الابسلون يعني. طيب بيقول لي ان الدبث بتاع روت زون ب 50 سم، وبيقول لي ان الكيو اللي انا هديها للحقل ب 80 متر كيوب بير اور، والتايم بتاع الاريجيشن ب 12 ساعه. فاحنا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحسب الدي ان والدي اي ونقسمهم على بعض. طب اول حاجه عايزين نحسب الدي ان، احنا قلنا ان الدي ان بيساوي الدي في الرو. طب فاحنا عندنا الدبث بتاع روت زون ولا لا؟ اه معانا بكام؟ ب 50 سم. طيب الرو هنجيبها ازاي؟ اول حاجة هنجيب الثيتا اف سي اللي هي 85% من 37.8 اللي هي المسامية، هتطلع ب 32. طيب بعد كده هنجيب الثيتا ويلتنج بوينت اللي هي 30% من الثيتا اف سي اللي هي تطلع بكام؟ 0.3 في الرقم المفروض اللي هنا، المفروض تقريبا دي غلط، يعني المفروض دي تقريبا تبقى 32.13، يعني دي تلاقيها بس غلطة يا شباب صغيرة أو حاجة يعني. تمام كده؟ طيب فنقدر نطلع ثيتا ويلتنج بوينت. طيب بعد كده احنا عندنا الدبس بتاع روت زون 50 سم، عايزين نجيب بقى حاجة اسمها الافيلابل كابلري ووتر. هنجيبها ازاي؟ احنا قلنا الافيلابل كابلري ووتر هي عبارة عن الثيتا اف سي ناقص الثيتا ويلتنج بوينت، فهنقول ان هي الثيتا اف سي ناقص الثيتا ويلتنج بوينت تطلع عندي بكام؟ ب 22.5%. طيب عايز اجيب بقى الرو اللي انا عايز اجيبها من كل اللي احنا بنعمله ده، الرو بتساوي ايه؟ بتساوي نص في الافيلابل كابلري ووتر. طيب تاني عشان ما نتلخبطش، انا اللي كل اللي انا عملته ان انا جبت الثيتا اف سي وجبت الثيتا ويلتنج بوينت وضربتهم اللي هو المفروض ان هي الافيلابل كابلري ووتر المسافه دي، وبعد كده ضربتها في نص عشان اجيب الريدلي افيلابل ووتر. طيب بعد ما جبنا الرو اللي طلعت ب 11%، عايزين نجيب بقى الدي ان. طيب الدي ان هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الدبث بتاع الروت زون اللي هو كام؟ اللي هو 50 سم في الرو اللي هي بكام؟ ب 11.25 على 100. فطلع عندي المفروض ان الارض دي محتاجه 56 مللي يتسربوا او يحصل لهم انفلتريشن جوه السويل عشان الجذور تقدر ان هي تستفاد منهم ويبدا النبات ده يطلع. طيب عايز اعرف بقى الدي اي هجيبه ازاي؟ كان عندي في المساله جيفن ان الكيو بتاعتي ب 80 متر كيوب بير اور والتايم ب 12 اورز. طيب مش من الكلام ده ممكن ان انا احسب الفوليوم بتاع الميه؟ طب احسبه ازاي؟ ما انا عندي كيو وعندي تايم، فممكن اقول ان الفوليوم الحقيقي اللي انا احطه في الحقل بيساوي الكيو في التايم، فاضرب الكيو في التايم اقدر اجيب الفوليوم. طيب عايز اجيب بقى الدي اي هجيبه ازاي؟ همسك الفوليوم اللي انا حطيته على الحقل ده واقسمه على الاريا، فاقدر ان انا من الكلام ده احسب الدي اي. طبعا الدي اي ده لازم يطلع اكبر من الدي ان، صح ولا لا؟ لان المفروض ان الدي اي ده هو الديبث بتاع الووتر اللي هيحصل منه شويه لوسز وهيتفضل الدي ان. طيب عايز اعرف كفاءه الحقل قد ايه؟ فكفاءه الحقل بتساوي الدي ان على الدي اي اللي هو الرقم ده على الرقم ده، هيطلع في الاخر ب 73%. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا اللي انا بقوله اصلا، عارف ان الكلام ده اوحش بكثير من السكاشن وكده. اتمنى برضو لو في عندكم اي تعديلات او حاجه على طريقه البرزنتيشن نفسها تتعمل ازاي، احنا لسه بنفكر ايه الطريقه الاحسن فعلا، فمش عارفين فعلا ايه الطريقه اللي ممكن تبقى احسن. هل ان احنا مثلا نصور السكاشن فعلا على بورد او نستخدم سمارت تابلتس او ايه، لسه مش عارفين. بس عامه خير يعني، المهم ان احنا نعدي الفتره دي على خير وان شاء الله خير. يلا السلام عليكم.